مفيش حاجة بتيجي بالسهل، كل حاجة محتاجة تدريب. مفيش حاجة بتيجي بالسهل، وقعدنا قعدت اتدرب عليه. بعد كل تمرين بتمرن فاولات وضربات جزاء وشوت من بره ال18، حاجات من البوزيشن بتاعي. فبس مفيش حاجة بتيجي بالسهل، ولا حاجة بتيجي صدفة. لسه ما عملتش حاجة، لسه في أحسن من كده بالنسبة لي، اللي أنا أجيب أهداف أكتر وأكتر وأحاول أساعد الفريق. دي لسه، أنت لسه بتقول لسه البداية. فأهم حاجة طموحي وطموح الفريق اللي احنا نبقى في مركز كويس في الدوري. حبيت جدا الحماس بتاع الجماهير، حماس اللعيبه. بحب اشكر اللعيبه كلهم ان هم لعيبه رجاله. على قد ما بقدر بحاول ادي احسن حاجه عندي، فدي حاجه ممكن شايفها ممكن حاجه طبيعيه. لو اللاعب كويس مع اللاعب، لعيب كويس وبيعمل اللي عليه وبيخدم النادي، فالجماهير ما بكون في علاقه كويسه بينهم.